ايبي جيمنج وفيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. وطبعا يا شباب في اغنيه تحت ريميكس اخويا عمله على كل ايه ده. استنى يا استنى يا اختي، لا لا ما ينفعش الغدر ده، ما ينفعش، استني بكلم متابعين. لا لا مش هينفع. طبعا يا شباب اخويا عمل ريميكس لروبلوكس، يعني شباب اغنيه كده هتعجبكم جدا يا شباب، هتلاقوها في اول الوصف. واختي دلوقتي عايزه تموتني، انا خايف والله خايف. طب انا دلوقتي عايز اختار شخصيه، انا عايز نفسي اختار روبن صراحه، بحب. احنا دلوقتي صح، انا نسيت اقول لكم ان الماب دي هي بوم بقى، تعالى لا ده انا هضربك انتي. ايه ده، مفيش حد فينا عايز يموت ليه؟ ايه ده، هو كلنا هنعمل ايه؟ كلنا لازم، مش دي يا شباب دي الماب بتاعت كرتون ابطال التايتنز. لا ده طب انا هخش فين بقى؟ انا عارفين انا مكاني. اوه يا شباب ده مكان بقى، اما نشوف انا مكاني فين. تقريبا انا مش هنا، اه اكيد انا مش هنا. تعال شباب ندور كده على مكاننا. ان انا كنت عايز روبن صراحة، الشباب بحبه، بس ده تقريبا بقى ايه، مش على حسب كده. ليه استنى كده، انا هو ده باين، هو بس مين ايه ده الواد اللي هو الاخضر لونه اخضر. اوه الواد ده اسطوري صراحة شاب بحبه. احنا كده معانا كام يا شباب؟ مش باين لي فوق تقريبا، احنا معانا فلوس لا نهاية ولا ايه؟ والله ما عارف يا شباب، مش عارف خالص. عايز احنا لحد دلوقتي معانا الصفر. لا اللي هو مكتوب الكاش هنا يبقى بيكون معانا الفلوس. لحد دلوقتي احنا مش معانا اي حاجة خالص. ايه ده يا كابتن، يا كابتن فين؟ ما موتيش دلوقتي. ايوه كده خدنا 60 دولار. جميل 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 يا كابتن. السلام عليكم. ايه ده مش عارف يا لهوي، ده الواد هيجي يكسحني. انت فين؟ ما انا ما عملتش اي حاجه اصلا يا شباب. المشكله اللي في حاجات كتير قوي، انا مش شايف اي حاجه يعني. في طب يا لهوي، ده انا مش معايا اي اسلحه ولا اي حاجه. انت فين انت مع شخصيه ايه؟ اوه محمد، يلا بقى نخدم بمحمد. خلاص يا محمد، خلاص اسف. اوه خلاص يا محمد خلاص. انت فين؟ انا هنا. اذا بموتك انت قول لي. اوه انا واختي ضد المتابعين. اوه بوم بوم بوم، هو ليه بيضرب ببطء؟ انا مش عارف. اوه انا بحاول اموت اصلا، مش عارف اموت حد. اوه موته يا لهوي، محمد جيمنج موتني. هلا 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 هلا. ولما سيبك يا شباب، مش هسيبك يا محمد. يلا بينا نعمل ده، عايزين نكسب بقى فلوس ونظبط الدنيا. ايوه عايز، لازم نبني هنا كتير عشان احنا معانا بقى ميعاد مع الشخصيه دي، مش فاكر بصراحه اسمها ايه. تعالى يا اسطوري، تعالى تعالى. خلاص يلا، هدنة خلاص. استحس ده مش هيعمل هدنة ولا. خلاص يا عم، خلاص مش هضربك حبيب قلبي. تعظيم سلام. ايه يا عم خلاص مش هضربك يا عم، مش هعمل حاجة يا عم. يلا خلاص نقص. اوب هديله رقصة بقى، اوب هديله رقصة. ايه ده يا عم انت، اوعى يا اسطوري، انت بتبص عليا كده ليه؟ ايوه بقى قبل ما يجي الفلوس بقى ونظبط المشروع. استنى عايز اشوف ده اسمه ايه عشان نسيت بصراحه. يعني انا اعرف روبن و ريفن تقريبا، سبورج. بس انا بقالي فتره مش بفرج على الكرتون ده. الخضار النوت الخضار. تعالى يا خضار، تعالى. ايوه اسمه ايه؟ اسمه بيست بوي، بيست بوي. افتكرت يا شباب، صح افتكرته. يا لهوي الكرتون ده زمان قوي كنت بتفرج عليه، ولا لحد دلوقتي والله بتفرج عليه يعني. بس يلا بينا. يلا بينا يا شباب. انا قاعد بظبط اهو، المفروض هنا. ايه ده انتوا دخلتوا مكاني ليه؟ بوم 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 بوم، المفروض يكون مت بقى. يا زلاز بي اوه، شوف اللي معايا. ايه ده، وده بيضرب من بعيد يا شباب ولا ايه؟ يا لهوي الواد الطويل ده. هو شباب السكينة اللي معايا دي بتعمل ايه؟ مش بتضرب دي ولا بتعمل ايه؟ عايز افهم،
عايز اعرف هو كده بينقص ولا ايه. طيب اوه انا عايز اعرف هو ده بيعمل ايه بس. يا رب دي اللعيبة، ايه ده نط ازاي يا لهوي. اوه نطت، اوه نجرب نجرب الاسلحة، حلوة قوي. يلا بقى يلا، عايز عايز اجرب السلاح ده، ينفع؟ اه ينفع صح. اوه السلاح ده اسطورة يا شباب. اوه عايز يخدك بيا، عايز يخدك بيا. اوه يلا نديله، يلا نديله، يلا نديله. ايوه نديهم هما الاتنين بقى. المفروض يكون مات ولا ايه ده، ولا مش عارف هي بتعمل ايه دي الصراحة. هموت اعرف دي بتعمل ايه، اللي معايا ده شاب بتعمل ايه مش عارف. اه خلاص خلاص يا كابتن خلاص. هيموت هيموت. لا لا احنا لازم نظبط بقى، نجيب اسلحة قوية نوريهم بقى مين بيسبوع الحقيقي بقى. إيه احنا لازم نكسر الدنيا عشان كده مش هينفع، قاعدين بيضربوا فيا من الصبح بقى مش هينفع. انا قاعد بدور والله، بس انا قاعد بروح بيوت الناس وبجيب اسلحة. يلا بينا. ايه ده هو يضرب ايه ده؟ ما لا لا دي مش بتموت تقريبا. هو ده الواد الرخ، بص الواد ده كل شوية موتني، الواد ده كل شوية موتني النوتي، الواد النوتي ده كل شوية موتني. بس كده خوفت يا شباب، لازم لازم مش بتيجي غير بالعين الحمراء بقى نعمل ايه. اهو بص بص جايلي تقريبا، دي مش بيموت، اه بيعمل اضاءة بس يا شباب. خلاص بقى خلاص، قلنا خلاص قلنا خلاص قلنا خلاص. مش عارف ليه مش بيضرب عندي، مش بتضرب ليه مش عارف يا شباب. في مشكلة انا مش فاهم في ايه، مش بيضرب عندي والله مش عارف فيه. كل الناس عندي اصلا وانا متلخبط يا شباب، مش عارف اظبط اي حاجة خالص. شوفوا شوفوا يا شباب كم واحد عندي كتير. بصوا الواد قاعد بيضرب وانا بص قاعد اضرب اهو. ايوه هو بيضرب شويه اهو، ولا ما عارف ده كده بيضرب. ايوه اخيرا موتته. ايه ده بس، تعالى انت قاعد بتموت فينا، تعالى تعالى نوت تعالى. بس كده اتعلم الادب لما تكونوا عندي، اتعلموا الادب يا شباب، ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده. بس يلا كده بقى، هو ده الكلام. ايه انت كمان في، بس كده انت عايز تموت، موت يا جدع موت يا جدع. اوه بس حسيتك عايز تموت. خلاص خلاص والله خلاص خلاص. اوه عايزك تموتني موت. يلا نعمل اضاءة بس كده. اوه مش عارف ايه فايدة السكينة دي الصراحة. ما هما اللي بيكسحوا، بص مش سايبيني، ما انا عايز اظبط ال اهو بدأت اظبط البيت شوية اهو عشان محدش يجيلي. اوه يا لهوي. اوه عاش قوي، هو ده الكلام يا شباب. ايوه كده يا شباب، انا والله انا بقيت مش انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه صراحه. ادينا 500 ماشي، يلا نعمل هنا بسرعه. ايوه عملت حمايه حالا يا شباب. اوه ليه هجوم كالصحيح كالصحيح. هجوم، انتوا اتنين بتموتوا ولا ايه؟ انا خايف. اسطورة. بص بص انت مش عارف السيف ده الصراحة بيعمل ايه، بيعمل اضاءة بس انا مش فاهم ايه الاضاءة يعني مش عارف. بس يا شيل احنا معانا 1000 دلوقتي الشباب، حلوة اوي. بحاول والله. ايه ده ايه ده ايه ده، احنا ممكن نعمل كده وننط كده. لا مش عارف اهو، لا مش عارف مش هينفع. اوبا لا هو ايوه كده، الناس بتموت ايه، موتوا بقى حرام عليكم. اوه تعالي 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 تعالي. اوه لا 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 هيموتوني انا، هيموتوني خلاص 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 خلاص، موتوني انا. خلاص انا كده كده في البيت. ايه ده هاجي في البيت ولا لازم اجي من، ايوه انا جيت في البيت. اوه موت البيت. اوه محمد جيمنج مش عايز يموت. ايوه كده اخيرا. انا قلت انه اخيرا. الواد ده نوت، الواد ده نوت وعايز الدرب، تعالى الدرب. لا هو كله جاي يا شباب، مش عارف ليه انتوا كلكم بتضربوا فيا يا شباب، انا مش عارف. والله بجد تعبت، كله كلكم كلكم كده قاعدين بتيجي تضربوا. ايوه عاش يا اختي.
ولات والله مش مصدق ناس كتير قوي يا شباب عندي في البيت ومش عارف اصنع اي حاجه خالص، بجد مش عارف اصنع حاجه خالص. يا نهار ابيض، يلا بينا نبني ده، نشوف ده ايه ده. يا جدعان خلاص خلاص بالله عليكم، ده كلهم مش عايزين يسيبوني. خلاص خلاص، عايزين نختار الشخصية. طيب عايزين نبنيها بذكاء، يعني بالواحد يكون يعني ايه مركز كده. انتوا بتخليني مش مركز بصراحة. خلاص هو مش هضربكم، خلاص خلاص. هدنة يا عم، يا عم هدنة يا عم، انت في ايه بقى؟ موتني برضه. طب ماشي، ما دام انت بقى عايز كده، انت في بيتي وبتعمل كده. طب والله ما انا سايبك، تعالى بقى تعالى. اوه تعالى يا نوتي، تعالى يا محمد، تعالى بقى. مش انت عايز نتعارك؟ طب يلا بينا نتعارك، طب يلا بينا. ايه ده؟ ماشي تعالى انت بقى، اطلع بقى، اطلع بره بيتي، اطلع بره بيتي. هتقعد باحترامك اقعد، مش تقعد خلاص هتموت. اطلع بره بس كده. بس ايوه كده، كل واحد بقى يروح بيته يا شباب، عشان مش هينفع. بس يلا روح، روح البيت، روح البيت. بس كده تمام يا شباب، يلا بينا نركز بقى ونشوف هنعمل ايه. لا خلاص بقى خلاص، انت كمان، هو انت كمان هتيجي تموتيني ولا ايه؟ يلا بينا نعمل كده. ايوه تمام، عايزين بقى. اوه اوه حبيبي يا عم. اوبا بام 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 بام. ماشي حلو قوي البتاع ده، هو مش حلو قوي يعني، بس هو بيعمل اداره غريبه شويه، وما اعرفش صاحبي ممكن يكون مش عارف بيعمل اداره يعني. مش فاهم الصراحه، مش فاهم خالص السلاح اللي معايا ده. بس يلا بينا، ما خلاص بقى، انتوا بنت عايزه تموتي. تعالى تعالى، انت عايزه تموت، حاسك عايزه تموت، تعالى تعالى بس خلاص. يا نهار ابيض. ماشي احنا كده معانا 1500، 1500 هتكفي، مش هتكفي حاجه. ماشي يبقى نستنى شويه، يبقى معانا 2000. ما خلاص بقى، ما خلاص بقى، الناس اللي جولش ده تنزل دي يا شباب، مش سايباني في حالي. ماشي 2000، تعالى 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 يا نوتي. ايوه انا بدأت اظبط اهو، موت بقى يا جدع، انا عايز اظبط يا شباب. اوه بس اخيرا انا عايز اعمل مكان هنا دور تاني برضك، يعني سطح كده كبير عشان اقدر اظبط فيه، وايه ومحدش يجي يقعد كل شويه يدوشني الصراحه يعني. ادي الفلوس بدأت تزيد حلوه قوي، هو ده الكلام. شوف يا شباب، مش سايبني خالص، مش سايبني نهائي يا جدعان. خلاص بقى خلاص خلاص. عندي 800، اوه يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يا جدعان. هنا تقريبا هنا في مكان جديد هنفتحه، ممكن يكون ده فيه سلاح جديد اسطوري. يلا بينا عايزين نجربه دلوقتي حالا. يلا بينا يا شباب، منسوش بقى تحطوا لايك للفيديو، وصلوا الفيديو 100 لايك لو عايزيني يعني ايه استمر في الماب دي. طبعا على فكره يا شباب، انا الماب دي انتوا اللي قلتوا لي عليها في الكومنتات، الصراحه ما كنتش عارفها، لكن لقيت حد في الكومنتات من متابعين برضك كان قايل العبها، بس الصراحه مش فاكر الاسم. ايوه كده احسن، مات او مات او شوفوا، كان لازم اعمل حمايه، فعلا كان لازم اعمل حمايه. انا 2500، نشوف ايه اللي بيتم ب 2500. يلا نعمل دي، اوه غاليه قوي على فكره يا شباب، المفروض كنا نحوش شويه. ايه ده؟ طب ما تيجوا نرقص بقى يا شباب، تعالوا نرقص كده شويه اهو. يديله، ما تموتنيش بقى، ما تموتنيش. ولا كنت بتقص من هنا؟ انا بقص من هنا عادي. يلا بقى هو ده، ارقص يا محمد، محمد كينج تقريبا، محمد كينج ده او محمود كينج تقريبا، مش شايف الاسم قوي، لكن هو ده. خلاص لا 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 لا. اوه يا لهو مت. تقريبا محمد كينج ده شباب كان بيلعب معايا في ماب الملاهي اخر مره لعبتها، وبصراحة ماب الملاهي حلوة جدا، وإن شاء الله هنعمل برضك منها أجزاء كتير بإذن الله الفترة الجاية. أوه كل ده مات، يا نهار أبيض، ده ماتوا بسبب إيه؟ يلا بينا ادخلي يا أختي، يلا بسرعة بسرعة. 3000، 3500. أوه برضك مصممة تموت. طب مش هسيبك بقى، تعالي تعالي يا نوتي، تعالي 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 أهي. خلاص 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 بقى، لا 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 هتموتوني انا خلاص. ايوه تتف، يا رب يكون ده سلاح جديد يا شباب. اوه هنبدا بقى نطلع فوق. طب هو ده الكلام اللي انا عايزه يا شباب،
عشان نختار الشخصية بقى أخيرا أخيرا. انتوا كلكم قاعدين كل المتابعين قاعدين جايين يضربوا فيها يا شباب. ينفع تفتح لي؟ حاضر يا شباب اللي عايز يعني. بصوا انتوا كده بتدخلوا. يلا انا فتحت ولا بقول لكم لا مش هفتح. انتوا كده بتنطوا من فوق يا شباب. بصوا بتتسلقوا ازاي يا شباب. يا يعني اوعى يا اختي عايزة تموتيني برضك. يا لهوي كلكم عايزين تموتوني. ايه ماشي. شوف محمد جيمنج مستقنس ازاي. والله اسطوره. ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني اللي انت فيه ده؟ ايه جو ايه الروقان اللي انت فيه ده؟ خلاص هو في ايه؟ حرام عليك. هو مفيش هو انتوا ما عندكوش بيوت ولا ايه؟ هو مفيش غير ولا ايه اللي عنده بيت يا جماعه ولا ايه؟ في ايه ده اللي جنبي؟ ايه ده اللي جنبي؟ ايه ده؟ اوه على الشخصيه اهو. خلاص اهو. اوبا تعالي 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 تعالي. بس موتها يا اختي. عاش ادي يا شباب. انا عملت دور فوقاني اسطوري اهو تقريبا. الشخصية تقريبا هنشتريها منين مش عارف. دي هي. اوعى تكون هي دي اللي ب4000 تقريبا يا شباب. هي دي اللي ب4000 تقريبا يعني. تعالوا كده ننزل ونشوف جبنا كام. ايه رأيكم عايزين نعمل الدور فوقاني على طول؟ او ممكن مثلا نشوف هنا حاجة هنا ب4000 برضك. لا احنا ناخد احسن اللي فوق اللي هي ب4000. المفروض اللي هنا فيه آلة وبرضك اكيد هنا الناحية التانية هنا يبقى فيه آلة. يعني هنا الآلة هتتعمل هنا وفي اكيد آلة هنا على حسب يعني علمي. ماشي تمام. يبقى احنا كده دلوقتي عايزين نجمع 4000 عشان نطلع. عشان في فوق هنا في 1200 وفي نفس الوقت هنا في 3000. انا معايا دلوقتي 3000. ماشي حلو جدا. حلو قوي يا شباب. اسطوره الكلام ده. حلو قوي يا شباب. ماب اسطوره على فكره وجميله ومتحمس جدا. اختار الشخصيه. ايوه بقى جبت دلوقتي 4000. يلا بينا نشوف ايه اللي هناك. تقريبا هي دي الشخصيه تقريبا يعني. يا رب يكون هي. يا رب يكون. ايه ده؟ يا مش هي يا شباب. مش هي الشخصيه. ازاي يعني؟ ده انا ما قريتش كويس يا شباب. على طول اتسرعت. ده انا كده بعمل حاجه ثانيه. ده حوار كبير. ما بص يا شباب الواد اللي فوقيه عامل شخصيه. يبقى الشخصيه دي. بس ده معمول حائط. مكتوب لي حائط. يبقى تقريبا لازم نعمل الحائط. تقريبا يا شباب لازم نعمل الحائط يا شباب. طب تعالوا بقى نعمل ال 4000 اللي تحت عشان يجي لنا فلوس كتير ونقدر نعملها. عايز يموتني. ده فين اللي جنبي ده؟ اللي جنبك اللي ساكن جنبك عايز يموتني. هو فين؟ في بيتي. يكون فين يعني؟ يا لهوي بسرعه انا جاي لي. عاش يعني يا شباب. في ماب تانية كنت بلعبها تقريبا بتاع الجيراني تقريبا او حاجة شبه كده. يعني الماب دي كان يعني في الحاجات اللي هي اللي هناك ده. تعالوا يا شباب ادخلوا. اتفضلوا يا شباب. يلا بينا ندخل يا شباب. يلا ونقفل بقى ونعمل رقص دلوقتي. حفلة بقى نعمل حفلة دلوقتي. يلا يا شباب مزيكا. يلا يا شباب ارقصوا. ايه ده؟ مفيش حد يرقص ولا ايه؟ المفروض امال مشغل مزيكا. يلا بقى. يلا هي. محمد جيمنج زعلان ليه؟ ايوه ايوه هو ده الكلام. بس خلاص مقلب في اختي تيني. خلاص خلاص. ايه رايكم يا شباب في المقلب ده؟ شوفوا اختي دخلت على طول. اول ما دخلت بوم عملت على طول. والله جامده. خلاص خلاص خلاص. ايوه هي دي الشخصيه. ايه ده الواد ده؟ هو ده اللي جنبي. يا نهار ابيض. يا شباب الشخصيه ب2000. ازاي يا شباب الشخصيه ب2000؟ ده قليل قوي. بس يلا عادي. المهم ايوه كده. يلا بينا ناخد ال1000 اللي تحت دي بقى معانا 6000. حلوه قوي. تقريبا هي دي الشخصيه بقى. يا رب تكون هي دي الشخصيه. ده السلاح بتاعه. اسطوري. تعالى كده نجرب. بوم 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 بوم. تعالى نضرب كده. تعالى نضربهم نشوفه. ايه ده تعبان قوي. مش بيضرب. ايه ده انت بتنقصي صح؟ ازاي؟ امال ده بيعمل ايه ده؟ والله ما عارف. لا 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 خلاص خلاص خلاص. لا مفيش حاجة. لا طب تعالي. لا طب تعالي. خلاص خلاص. يا نهار ابيض يا شباب على الضحك.
طب يلا يا شباب، عايزين بقى ناخد هنا الفلوس زيادة، واحنا معانا دلوقتي حلو قوي. تعالوا كده نعمل هنا 4، ويعني كل ما بنعمل هنا زيادة يعني بنعمل اجهزة زيادة، فده بيكون بيظبط الدنيا في الفلوس عشان يبقى معانا فلوس ونخلص الماب بسرعة ونختار الشخصية على طول. حلو قوي كده، تحت مفيش اي حاجة. وشوف يا شباب، بصوا على طول بقى معايا $1000 على طول. حلو قوي. تعالوا بقى نعمل حاجات كده فوق ب 3000، عايزين نشوفها بتعمل ايه. ايوه هنا اللي ب 3000، اكيد هي دي الشخصيه بقى. ايه طب ايه ده ايه ده ايه ده ايه؟ طيب ده يا شباب ملوش اي لازمه خالص، انا شايف كده الصراحه. ماشي ادي اهو، مفيش اي حد دلوقتي عندي من المتابعين كله راح بقى يهتم بالبيت بتاعه. ايوه بقى عليك. ايوه كده يا شباب، لازم كلنا نهتم، يعني كلكم هتقعدوا تضربوني يعني تسلوا عليا. اهلا اهلا، يلا بينا يا شباب. تقريبا معايا 1500، يعني مش هيعملوا حاجة دلوقتي. يلا بينا ناخد 1000 كمان. حلوة قوي. اوه تعال تعال لو تقدر. يا كنت عايز زاولة يا شباب وخليه يموت. ما عرفتش، بس يلا عادي. هو عدى اصلا. يلا بقى يا رب تكون هي دي بقى، هي دي بقى. طيب ايه ده، مش هي؟ طب هي امتى؟ ما انا عايز افهم. يا لهوي يا شباب، دي الدور اللي فوق، ده حوار كبير. انا بقول برضك شباب الشخصيه مش تبقى ده، يعني ده عامل دور اهو تحت الشباب اللي قدامي ده، اهو عامل دور هنا برضك، وفي بقى سلالم. هي بقى السلالم التانية هي دي اللي فيها الشخصيه. يا لهوي يا شباب، تعبنا كتير فعلا عشان نجيب الشخصيه دي. شوف ده بيس بوي. يا لهوي يا شباب، ده حاجات كتير فعلا يا شباب، والواحد يعني شبه تعب. بس يلا بينا، احلى متابعين في الدنيا. يلا بينا يا ابطال، دلوقتي عايزين حاجه هنا ب 3000. يلا بقى، مش لازم، انا بفكر مش لازم اعمل كل ده يعني، ولا تقريبا لازم اعمل كل ده. انا تقريبا لازم اعمل كل ده. ارجع جيم ايه ده زميلي يا زميلي، هل 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 يا زميلي. تعال كده نحاول ندخل عنده، نقول له السلام عليكم، عايز ادخل عندك، ممكن ادخل عندك، ممكن ادخل عندك. مش عايز يدخلني ليه يا شباب؟ يا عم خلاص مش عايز ادخل، يا عم خلاص مش عايز ادخل عندك. ايوه 2000، اكيد بقى في حاجه فوق ب 2000 تقريبا. لا بلال انا من المتابعين والله حبيبي حبيبي، احلى ابطال ابطال الجيمنج. قول غد يا يلا يا شباب نشوف كده خدنا كام. جاي لك اهو. تعالى شباب تعالى شباب، صح، نشوف بيت اختي زوزو بقى عملت فيه ايه. يلا بينا، تعالوا نعمل ايه، تعالى نعمل. يلا بينا. اوه عملت شباك. ايوه ايه ده، طب انا عايز اعمل دور تاني، ده حوار كبير قوي يا شباب. 6000 هنا، 4000، 4700. يا لهوي ده احنا لازم نستنى كتير قوي 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 الصراحه. اوب اوب يلا بينا، جاي لك اهو جاي لك اهو. مالا شباب وما يا فين؟ اوه روبن. بصراحة شباب كان نفسي اختار روبن. ستار فاير حلوة برضك، بس انا بحب الصراحة روبن. روبن احسن بكتير يعني، يعني هو كله حلو. خلاص خلاص. يا لهوي ده، اوعى ايه الاسلحة دي؟ شفت يا شباب زي ما انا مقلبت اختي، اختي عملت فيها مقلب حالا. ماشي ماشي يا شطوره جدع جدع، تعملي مقلب في اخويا في اخوكي قصدي. يا بنت اللذينه، مقلب اسطوره يا شباب. ايه رايكم في المقلب؟ شفتوا يا شباب يعني اختك تقدر تعمل فيها مقلب، ينفع يعني؟ ينفع ما ينفعش والله. اوه هلا 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 يا شباب، احلى ابطال جيمنج في الدنيا والله، احلى ابطال. يلا بينا لهو يا شباب، ماب كبيره. تعالوا يا شباب نعمل ملف الواد ده، تعالوا تعالوا. اوه يا عيني يا عيني، بص الواد خايف. يا لهوي على المقلب يا شباب، شوفوا بعد ما جالي ومشي كل المشي دي وفي الاخر بوم مات موته. يا عيني يا عيني. ياه
كان نفسي يا شباب ادوس على اوب اوب اوبن كده على طول، يجي بقى يموت على طول. يلا إيه معايا افتش العادة يا شباب، يلا بينا نطلع. احنا معانا 7000، حلو جدا على فكرة 7000. يلا بينا نخلي الاعلى، تعال نختار الاعلى 7000، وكده كده ايه 6000 حلو قوي. هو هنا في حاجة تانية تعمل؟ لا لسه، عايزين نجيب 6000. ماشي هانت قوي على فكرة، شوفوا احنا كنا فين وبقينا فين. عاش. يلا بينا، حلوة قوي حلوة قوي. طيب تمام، يا 10000 مرة واحدة. انا دلوقتي معايا 3500، حلوة قوي. المشكلة الأسلحة بتاعته يعني مش قوية الصراحة. انا شباب شوف شوف، هي دي أسلحة أصلا؟ هي دي مش، دي مش أسلحة يا شباب. يا لهو ده هيكسحني يا شباب، هو ده اللي أنا موتته. ده اللي أنا عملت فيه المقلب من شوية. أنا مستني أي حد بس يجي عندي. أيوة هو ده يا شباب تقريبا، ده هيجي عندي. يا رب يجي عندي يا شباب، نعمل فيه أحلى مقلب. أيوة نجهز لده، نجهز لده. يلا ايه يا لهو يا شباب، المفروض يكون مات. اوه مقلب مقلب مقلب، ان ده النهارده يوم المقالب العالمي. الواد بيبص عليا خايف، خايف مني الصراحه. بص هو خايف، انا كده كده فوق اصلا يعني، ازاي يعني؟ لا والله. اوه تأسف، انا ما عرفتش. استنى يا حبيبي، في مقلب اعمله دلوقتي. ماشي. لو عدي اسف يا شباب، انا بهزر معاك والله، بهزر معاك ومحدش يزعل. ايوه بقى هنا. اوه اوعي تموتيني. تمام بيقص اللي هو اني قلت له انا نحاول. انا مش عارف المقلب يا شباب. اوه بس محدش دلوقتي بقى. لا والله خلاص خلاص. عاش يا شباب، يلا بقى. ايه ده ايه ده، ايوه ده تقريبا الدور اللي بقى. اوه الف الف، حلوه قوي. الدور اللي فوق اخيرا. ايه طب ثواني بس، ثواني، ده انا دلهوي. ايوه 5000، حلو قوي. يلا بسرعه، يلا يا شباب نفتح كده للناس. يلا يلا عشان اللي عايز يمشي، يلا اللي عايز يروح يتصحى. يلا هنا 3000. اوه حلو حلو. ايه ده 4000، لازم ننزل. يا طب ثواني جاي لك اهو. ال 4000 يا شباب. ايوه الشخصيه فين؟ يا نهار ابيض، الشخصيه ب 20000، انتوا متخيلين يا شباب؟ يا نهار ابيض، الشخصيه صعبه قوي. ايه ده، مين اللي مات ده؟ اوه ده في خناقه، ده واضح في حد بيضرب حد. مش، لا مش عايزين يا شباب حد يضرب بعض، مش عايزين نضرب بعضينا، محدش هيضرب بعض يا شباب. يلا بينا يلا بينا يا شباب، نروح كده نبص بصه. لا خلاص انا جاي، خلاص مش جاي مش جاي خلاص. لا لا يا شباب، اختي بتقول. اختي عايزه تنام في مقلب؟ والله ما ينفع. طب ماشي. طب يلا بينا. يلا يا شباب، ده احنا المفروض يا شباب نجمع 20000 عشان ناخد الشخصيه دي. يا ده هنتعب قوي على كل ده عشان الشخصيه ده، كل ده عشانك يا، هو اسمه ايه نسيتك يا بيس بوي. كل ده عشان اجيب بيس بوي، حرام عليك. ايه ده، واحد معاه سطور جامد قوي. ماشي فين؟ ايوه دي هناك اهي. جاهزين يا شباب، لازم نجهز عشان ما يحصلش اي حاجه. لازم نركز لازم نركز لازم نركز لازم نركز لازم نركز. اه الحمد لله. اوه اوعى المقلب الاسطوري. ايه ده جامد، ده بيموت بلدك. يا عيني يا عيني، قاعدين بتخش الماب. ايه ده، هي دي بتضرب؟ ايه ده، ما اقصدش خلاص، ما اقصدش ما اقصدش. اوه اوه سكينة،
السكينة أسطورية. تعالي 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 لالي لالي يا حبيبي تعالي تعالي. تعالي لالي 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 يا لالي لالي لالي. اوه ده انا بعمل ايه؟ خلاص خلاص. السكينة بتاعتي بقى، السكينة بتاعتي الأسطورية بقى. أسطورية ايه ولا أسطورية ولا والله كفاية. ايه ده؟ انا وانت متنا، انا واختي متنا في نفس الثانية. اوه عاش يا شباب، هنشتري دلوقتي الشخصية. ايوه مبروك، مفيش مبروك. اوه ايوه بقى 20,000، 20,000 يا شباب، مفيش مبروك بقى ولا ايه؟ تعبنا فعلا يا شباب عشان نشتري الشخصية ولا بقى. اوه واو ياه. ايه ده كل ده عشان تي 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 تي؟ ايه ده كل الناس اختاروا؟ ايه ده بيموتني. تعال يا نوتي يا نوتي يا نوتي. انا لسه مختار، لسه مختار الشخصية. حرام عليك، لسه مختار، حرام عليك. ايه ده حتى مش او حتى مش مخليني، حتى مش مخليني حتى اقول يعني ايه، يعني افرح بالشخصية. حرام عليكم والله، والله حرام عليكم. ماشي ماشي ابطال الجيمنج، ماشي يلا بينا نختارها تاني، يلا بينا. بس بصراحة يا شباب بصراحة الشخصية حلوة، بس كان نفسي اختار روبن. بس ان شاء الله لو الفيديوهات الجاية وصلت الفيديو ال 100 لايك، احنا تعبنا في الفيديو ده وعملنا شغل جامد اسطوري زي ما انتم شفتوا يا شباب. يلا بينا يا شباب نروح عنده. ايه ده، ايه ده، مين ده؟ ايه ده، تعالى كان صح. ايه ده يا لهوي. المشكلة يا شباب الاسلحة هنا يعني على قدها الصراحة جدا، يعني مش اسلحة حلوة. حبيبي ايه ده، انت ماشي لوحدك ليه يا حبيبي؟ فارس جيمر حبيب قلبي. طبعا يا شباب الواحد، ايه ده، ايه ده، افتحي. طيب ما ينفعش. ايوه ايه ده، ايه ده، شكلها شكلك تضحك. دوسي اول ما الشخص يدخل. تعالى محمد ولا اقول لك؟ خلاص خلاص، اسف اسف اسف. يلا حرب، حرب يا شباب. ايه ايه، استنى استنى. انا بحاول بس مش عارف ولا ما اعرف. اوبا اوبا، هو ده الكلام. لا بعد احنا شباب ايه يعني، بصراحة الواحد تعب، انا تعبت جامد بصراحة يا شباب في الماب الاسطورية دي. يا لهوي 26,000 ده كتير جامد والله، جامد والله. ما عارف. يلا يا شباب بقى، ما حدش يموت، ما حدش يموتني بعد اذنكم، بعد اذنكم. بلو اخيرا عملت الدور الثاني. قبل اي واحده فيهم شخصيه بقى؟ قبل اي واحده فيهم شخصيه؟ ايه ده، ايه ده، استنى وريني كده. انا واحده فيهم. اوه الشخصيه هي دي 20,000. 20,000 خلاص يا جماعه، ما حدش يموتني. طيب استنى يتحوش. ايه ده، انت ازاي معاك السلاح؟ مش معايا، مش مهم. اوه مصممين تموتوني برضك والله ما ينفع. طب يلا بينا بقى نختم فيديو النهارده، يلا بينا. اوه موتني برضك. مصمم مصمم. بس كده شباب فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده، اي بي جيمنج ابطال الجيمنج، وسلام.